بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الإخوة المشاهدون الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أمر مهم من أمور حياتنا يحتاج إليه كل إنسان. هذا الأمر يسمى بالبيع والشراء، وما يحدث فيه أو ما قد يحدث فيه من تطفيف في الكيل والميزان. فالتطفيف في الكيل والميزان هو عنوان حلقتنا اليوم، ولن يكون التطفيف في كيل أو في ميزان إلا في بيع. هذا البيع الذي أحله الله تبارك وتعالى، بل قال الله في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما أن أحل الله تبارك وتعالى البيع، لا بد وأن يكون هذا البيع بشروطه، سواء أكانت هذه الشروط في البائع أم في المشتري أم في الشيء نفسه الذي يباع ويشترى، السلعة نفسها، يعني البائع والمشتري والسلعة التي تباع وتشترى. كذلكم هذا البيع لا بد وأن يحدث عن تراض، لأن البيع كما عرفه علماء اللغة العربية هو مقابلة شيء بشيء أو بما يسمى بمطلق المبادلة، يعني مبادلة شيء بشيء في أي شيء عند علماء اللغة العربية يسمى بالبيع. أما عند علماء الاصطلاح عند الفقهاء هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص على سبيل التراضي بين البائع والمشتري. يبقى علماء الفقه الإسلامي عرفوا البيع بأنه هو مقابلة مال بمال. المال الذي ندفعه هذا مال، كذلك السلعة المشترى تسمى بمال لأنها تثمن وتقدر بأموال، فهي مال يدفع مقابل مال، ولكن لا بد وأن يكون على سبيل التراضي. لما؟ لأنه إن لم يكن على سبيل التراضي خرج من الحلال إلى الحرام. لو كان في إكراه أو ما إلى ذلك أو غصب، فكل ذلك يخرج من الحلال إلى الحرام. الناس حالة حياتهم يحتاجون إلى البيع وإلى الشراء. الناس في المعاملات في كل يوم تنزل السوق بتشتري أو بتنزل السوق بتبيع، فالناس في حركة دائمة في هذا الأمر. والفرق بين البيع الحلال والبيع الحرام فروق طفيفة بسيطة تقلب الموازين من الحلال إلى الحرام. ولذلك الله تبارك وتعالى أحل البيع هذا، وكذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، يعني أفضل كسب تكسبه وترتزق منه رزقا
حلالا طيبا تجمعه من حلال وتنفقه في حلال كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الكسب. عمل الرجل بيده، يجتهد بيده ويعمل ويشتغل علشان يكسب لقمة عيشه ويرتزق لأولاده ولأزواجه. كذلكم تكملة للحديث، وكل بيع مبرور. والبيع المبرور الذي لا غش فيه، البيع المبرور الذي لا غش فيه، بمعنى ألا يغير سلعة بسلعة، أو يغش فيه كأن يضع الشيء الطيب فوق، مثلما نرى مثلا عند الفكهاني أو عند بائع الخضروات أو ما إلى ذلك، يضع الفاكهة الطيبة من أعلى وما سواها من أسفل، وإذا ما أعطى المشتري يعطيه كذلك، يعطيه من هذا على ذاك، رغم أن المشتري لم يرى إلا الطيب من هذه السلعة. ولنا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الطيبة، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق ووقف عند بائع رطب، ثم وضع يده داخل الرطب فوجد ماء داخل الرطب، فقال للرجل ما هذا؟ فقال الرجل أصابته السماء، يعني نزل عليه المطر من السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا وضعته من أعلى ليراه الناس؟ من غشنا أو من غش أمتي فليس مني، يعني اللي غش هذه الأمة، اللي غش في البيع فليس مني، أي ليس من المؤمنين كامل الإيمان. كلام من هذا؟ هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أن كان البيع هذا هو مطلب حلال، والرزق من ورائه حلال طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأن وضع أمورا لهذا الكسب الحلال. أنا علشان أبيع وأشتري لابد وأن تتوافر هناك أمور. أولى هذه الأمور التي نتحدث عنها في الكسب الحلال أن الله تبارك وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. طب وهو في حلال زي البيع؟ طبعا في حلال كتير، ولكن من ضمن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان حالة حياته وفي يومه وفي ليله وفي نهاره البيع والشراء، فأسعى التاجر يسعى في طلب الحلال، فهذا أمر طيب. كذلكم ما رواه مالك بن أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم. أنا لما أجي أبيع أو أجي أشتري أطلب ماذا؟ أطلب الحلال الطيب، أطلب الحلال الطيب. قبل أن نتحدث عن التطفيف في الكيل والميزان، حالة البيع وحالة الشراء، يجدر بنا يجب علينا أن نتحدث عن أنواع البيوع. في بيوع جائزة وفي بيوع غير جائزة، وطالما إنها جائزة يبقى حلال، غير جائزة تدخل في الحرام. البيوع الجائزة قسمها العلماء لأربعة. أول حاجة أن يبيع الإنسان عينا مشاهدة، أبيع حاجة قدام عيني، أنا بشتري فاكهة، الفاكهة قدامي كويسة ولا مضروبة ولا حلوة ولا بيضة ولا وما إلى ذلك. أنا بشتري سيارة، السيارة قدامي بقلب فيها زي ما أنا عاوز، بشوف فيها، بجيب لها ميكانيكي، بجيب لها كهربائي، بجيب كذا بجيب كذا، أجيب الناس اللي هم أهل الخبرة وأهل الحل والعقد في هذا الأمر، وهم في النهاية بيقولوا لا دي تصلح بنسبة كذا أو كذا. يبقى أنا قدامي العين المشاهدة المباعة، عجبني أنا بشتري، مش عجبني أنا ما بشتريش، يبقى ما فيش غرر في هذا الأمر. بيع شيء موصوف في الذمة،
من انواع البيوع ان انا ابيع لك شيء موصوف في الذمه. اقول لك مثلا انا عندي سياره، السياره دي مواصفاتها كذا وكذا وكذا، وفيها عيوب كذا، وفيها مميزات كذا، وفيها رخصه كذا، واوراقها كذا، وما الى ذلك من هذه الامور. يبقى هذا بما يسمى ببيع شيء موصوف، انا بوصفه بس بشرط، ولكن هذا الامر لابد وان يتوفر فيه هذا الشرط، وهو ان تكون الاوصاف التي وصفها البائع للمشتري عندما يرى المشتري هذه السلعة التي وصفت له أن تتطابق هذه الأوصاف التي وصفها المشتري على السلعة المشترى. يبقى هذه الأوصاف، هذه الأوصاف لابد وأن تتوافر في السلعة المشترى. كذلك وفي هذا الأمر، هذا شيء وهذا بيع مباح، وهذا بيع مباح. كذلك بيع عين غائبة عن مجلس العقد. أنا بشتري حاجة بس مش موجودة في مجلس العقد، أو حاجة موجودة يعني حاضرة في مجلس العقد لكن البائع مخبيها في شيء، حاططها في حقيبة، حاططها في كذا وأنا ما شفتهاش. اشتري أنا معايا في الحقيبة مثلا معايا كتاب، اشتري أنا معايا لابتوب، طب هو فين اللابتوب؟ أنا ما شفتهوش. هذه العين الغائبة عن مجلس العقد أو الغائبة عن العين وإن كانت حاضرة في مجلس العقد لا يجوز هذا البيع، ما ينفعش. لما؟ لأنه في غرر، في جهالة، أنا مش عارف إيه مواصفات الشيء اللي أنت بتبيعه لي، ولا عارف شكله ولا ملامحه ولا حجمه ولا أوصافه وما إلى ذلك، وهذا البيع لا يجوز. النوع الرابع من أنواع البيوع اللي هو بيع المنافع. بيع المنافع زي أنا مثلا بستأجر قطعة أرض، يبقى أنا في الوقت اللي هو بيع اللي هو الإيجارة اللي هو الاستئجار، بستأجر قطعة أرض ده بيع منفعة، بستأجر سيارة يوم أو اتنين أو تلاتة ده بيع منفعة، بستأجر أي شيء إن كان، بستأجر شقة أنتفع بيها أنا ما ملكتهاش لكن أنا بنتفع بيها، هذا البيع أو هذه الإيجارة إيه تجوز. أخي المشاهد وأختي المشاهدة، هذا البيع الذي هو يعتبر من العقود، هذا البيع الذي هو يعتبر من العقود ومن العهود لابد وأن تتوافر فيه شروط، شروط في العاقد اللي بيعقد نفسه البائع أو المشتري، وشروط في المعقود عليه السلعة المشترى نفسها أو العاقد نفسه البائع أو المشتري. طب إيه اللي يشترط في العاقد؟ أنا علشان أشتري لابد وأن أكون عاقلا، أشتري أو أبيع لازم يتوافر فيا العقل، لكن ما يشترطش فيا الإسلام. لما؟ لأن أنا ممكن أتعامل مع إنسان ذمي من أهل الكتاب، أو ممكن أشتري من كافر، لكن في نفس الوقت أنا لا يشترط في البائع أو المشتري الدين نفسه، ولكن يشترط في البائع أو في المشتري أن يكون عاقلا وأن يكون مميزا، لازم يكون عاقل ولازم يكون مميز، يعقل ما يتحدث فيه وما يبيعه وما يشتريه، ويميز كذلك هذه السلع، أميز الصواب من الخطأ علشان ما أعقدش العقد وأكون في النهاية أنا على سكر أو أنا على جنون أو أنا على إغماء أو لآخر، ما ينفعش الكلام ده كله. كذلكم غير المميز، أنا بميز الشيء الكويس من الشيء زي الصاب الصغير، مش لا يميز بين هذا وذاك، لا يصح عقده. طب المعقود عليه ليه؟ السلعة نفسها أول حاجة إنها تكون طاهرة، علشان أشتري سلعة ويكون البيع بيع صحيح تكون السلعة نفسها سلعة طاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر لأنها نجسة، والميتة، والخنزير، والأصنام. يبقى الشيء اللي أنا بشتريه يكون طاهر،
يكون الشيء ده طاهر، العين نفسها طاهرة. طب الخمر، طب الأصنام، طب الميتة، ما ينفعش البيع والشراء في هذه الأمور. هتقول طب ما في ناس بتشتري وتبيع في الخمور. طيب طب ما هو الخمر ملعون حاملها، ملعون الدابة اللي بتحملها، ملعون بائعها، ملعون عاصرها، ملعون بائعها ومشتريها. يبقى إذن كل ده ملعون بمعنى مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك الميتة، دابة ميتة لا يجوز للشراء، لا يجوز شرائها ولا يجوز بيعها، رغم أنه جلد الميتة هذه يجوز بيعه إذا طهر بالدباغ. الفقهاء بيقولوا إيه؟ وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وطالما أن الجلد وجلد الميتة، جلد الميتة نجس، ولكن يطهر لما ندبغه، يروح المدابغ ويدبغ فيطهر هذا الجلد، يجوز بيعه ويجوز شراؤه ويجوز أن نصنع منه الملابس أو الأحذية أو ما إلى ذلك، لأنه صار من النجاسة إلى الطهارة باستخدام ماذا؟ باستخدام أدوات أو الأصباغ بتاعت الإيه؟ بتاعت الدباغة. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا إيه؟ قالك إلا جلد الكلب والخنزير، ميت أو حي فهو نجس حالة حياته وحالة موته، ما تفرقش خالص، ماشي؟ وما تولد منهما أو من إيه؟ أو من أحدهما. كذلكم السلعة المشترية، أنا هنتفع بيها، أنا بشتري حاجة كلها أو بشتري حاجة ألبسها أو بشتري شقة أقعد فيها أو عربية أركبها، يبقى أنا هنتفع بيها. لكن لو شيء غير منتفع بيه، هشتري أعمل بيه إذا واحد اشتري شوية نمل ولا اشتري شوية مش عارف صراصير ولا كذا، الكلام ده كله لا نفعة فيه، كذلكم لا يجوز بيعه ولا شراء. كمان يشترط في العين نفسها ان البائع يكون مالك لها، ان يكون البائع مالكا للسلعة المباعة وتتحقق هذه الملكية، كون انا مالك الشيء تتحقق الملكية دي بقى بشهادة الشهود، تتحقق الملكية ان يكون مقبوضة نفسها تكون معايا، تتحقق الملكية بالاوراق، تتحقق الملكية بالمستندات وما الى ذلك. ان اذا يكون اللي انا بيبيع حاجة لابد وان يكون مالكا لهذه الايه؟ لهذه العين. كذلكم لابد وان اقدر القدرة على التسليم، انا لما اشتري شيء لازم اقدر ان انا استلمه واللي بيع شيء يقدر يسلمه، ما اجيش اقول له انا هبيع لك الاسد اللي بيجري في الصحراء ده، ما ينفعش. انا هبيع لك الحيوان المفترس اللي بيجري، هبيع لك الطير في السماء، هبيع لك السمك في المية، كل الكلام ده انا مش هقدر اسلمه. طالما ان انا مش هقدر اسلمه يبقى ما ينفعش هذا الايه؟ هذا البيع. كذلك العلم به، يعني عدم الجهالة به، لازم اكون عارف انا بشتري ايه وبتتحدد ملامحه وصفاته. كمان كون المبيع مقبوضا سواء في مجلس العقد او بعد مجلس العقد، ولكن بايه؟ حسب الاتفاق، لانه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنون على ايه؟ على شروطه. اخ المشاهد واخت المشاهدة، هذا البيع بشروطه في العاقد والمعقود عليه هو البيع الحلال. تتوافر هذه الشروط في العاقد وفي المعقود عليه يبقى بيع حلال. ولكن هناك من الناس من يريد أن يكثر ماله ويربي ماله على حساب الآخرين، رغم أنه هو بيبيع وبيشتري لو كسب قليل او كسب كتير ده حلال، الا انه في اشياء لو عملتها في اثناء البيع واثناء الشراء تحول الحالة لحالة البيع من الحلال الى الحرام، يبقى من النقيض للنقيض. يبقى بعد ما كان المال اللي انا بشتغل فيه مال حلال، واللقمة اللي باكلها وباكلها لاولادي حلال، هتصبح بعد كده المال كله حرام، لأنه هيختلط الحلال بالحرام كله
على بعضه ماشي، فيحول إلى حرام، وبالتالي هذا الأمر يحول الشيء من النقيض للنقيض. ربنا لما قال وأحل الله البيع بشروطه وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة مفسرة لما في القرآن ومفصلة لما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أعلمنا أنه وضع الميزان فقال في سورة تسمى بسورة الرحمن، يقول ماذا؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، المنطق السليم، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. لما؟ لما وضع الله الميزان؟ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا سلام، رفع الله السماء وأمر بالعدل في الميزان لئلا يطغى الناس في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، دي علة وسبب علشان الناس ما يطغاش بعضهم على بعض، علشان الناس يأكلوا من حلال ويشربوا من حلال ويلبسوا من حلال، حتى إذا ما تصدقوا تصدقوا من حلال، ولما يروحوا يحجوا بيت الله الحرام يكون المال من حلال. ثم يأمر الله تبارك وتعالى وأقيموا، الأمر لمين؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى للمسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقيموا الوزن بالقسط، ده أمر، والأمر على سبيل الفرضية والوجوب، واللي يخالف الأمر يبقى خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا، ده نهي، النهي على سبيل التحريم، لأن الإنسان في حالة حياته أي إنسان بين ثلاثة أمور، المسلم هو الإنسان المسلم بين ثلاثة أمور لا رابع له، بين أمر من الله ورسوله يجب امتثاله، وبين نهي من الله ورسوله يجب اجتنابه، وقدر، والقضاء والقدر هو جار علينا اتفاقا. يبقى بين أمر يجب امتثاله ونهي يجب اجتنابه وقضاء وقدر هو جار علينا اتفاقا. طب الأمر الأمر ده هنمتثله؟ نمتثل لهذا الأمر، افعل يبقى لابد وأن نفعل. لما؟ لابد وأن نعلم أن الأوامر والنواهي من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم دي عطاءات. ربنا لما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو قال هو أمر كل الناس ولا أمر المسلمين؟ لا، ده أمر المسلمين، يبقى دي عطاءات تسمى بعطاءات الألوهية، لأنه هناك فرق بين عطاءات الألوهية وعطاءات الربوبية. عطاءات الألوهية هي عطاءات التكاليف، أما عطاءات الربوبية اللي هي الرزق، الأموال، الطول والقصر، الصحة والمرض، كل ديت، الأولاد والزوجة، كل دي عطاءات ربوبية يعطيها الله المسلم ويعطيها الكافر. لكن عطاءات الألوهية ليها عطاءات التكاليف، افعل ولا تفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ده عطاءات ألوهية يعطيها الله المين للمسلم. طب ليه؟ لأن الله يحبه فيريد منه أن يأخذ هذه العطاءات بحب وبعشق، يحب الأمور دي ويعشقها، فإذا ما أداها أداها خالصة لله وفي الله بحب وبعشق من قلبه خالصة، لا يريد بها رياء ولا يريد بها مباهاة ولا يريد بها سمعة، وإنما يفعلها ابتغاء مرضات الله. دي اسمها عطاءات الألوهية. وأقيموا الوزن بالقسط، ده عطاء ألوهية لمين؟ للمسلم. طب لما بيجي بقى المسلم ما ينفذش الأمر يبقى مذنب. في أكثر من سورة في القرآن الكريم يأمرنا الله بإيفاء الكيل والميزان. في سورة الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، القسط اللي هو العدل، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. طب هل في فرق بين الكيل والميزان؟ أيوة في فرق بين الكيل والميزان. في حاجة اسمها الكيلة اللي بيكيلوا بها القمح ويكيلوا بها الذرة ويكيلوا بها الفول الموجودة عند الفلاحين، الكيلة والربع والقدح والملوى، ده كيل. كيلة كده حاجة كده يعني وعاء، يعني مثلا يعني زي الحلة كده، ولكن ده يعني الفلاحين عارفين وبيتعاملوا بيه. لكن في ناس يعني من التجار زي ما هنشوف الوقت في التطفيف في الكيلو والميزان، عنده كيلتين، كيلة يشتري بيها وكيلة يبيع بيها، وحاجة عاملها كده مخصوص علشان يشتري وعلشان يبيع بيها. طبعا ده يعني حرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ده أمره تكليف. تكليف لمين؟ تكليف من الله لمين؟ لمن هو عبد لله ولمن هو يخلص لله سبحانه وتعالى. في سورة الإسراء وأوفوا الكيل إذا كلتم، اتكلمنا عن الكيل. طب الميزان اللي هو بقى بالجرام ولا بالذرة يعني هنتكلمنا عن الكيل، قلنا زي الكيلة والأمور دي. طب الميزان، قال لك الميزان ده زي يعني بنشتري الحاجة بالكيلو، أو بنشتري الذهب بنشتريه بالجرام أو الملي جرام، في حاجات تشترى بالقيراط زي الماس أو ما إلى ذلك، الفواكه وغيرها بتشترى بالكيلو، كيلو كم كيلو هكذا. كل ده اسمه ايه؟ اسمه زي اللي انا بوزنه. يبقى الميزان اللي انا بوزنه بين كفتين، في كفة عليها الميزان وكفة فيها البضاعة اللي انا بشتريها، ده اسمه ميزان. لكن الكيل اللي انا بكيل بيه، اللي انا بكيل بيه حاجة وعاء كده، انا بكيل ايه؟ بكيل بيها، وتبقى معروفة ديت فيها المفروض يبقى فيها كم كيلو. يجي ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا تاني يقول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا في ربنا لما قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، القسط اللي هو العدل، ومنه الإنسان إذا أقسط أي إذا عدل. فإذا أقسط الإنسان أي عدل الإنسان كان مقسطا، ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. يبقى هنا المقسطين اللي هم مين؟ اللي هم العادلين في معاملاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في كلامهم، في حديثهم، هو مقسط عادل. لكن فيه قسط إذا جار وظلما، منها قاسط. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الجائرون الظالمون كانوا لجهنم ايه؟ كانوا جهنم حطبا. يبقى في مقسط إن الله يحب المقسطين اللي هم العادلين، وفي قاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم ايه؟ فكان لجهنم حطبة. واللي يفرق لي بين الاثنين اللي هو الفعل من قاسط قسط ومن مقسط أقسط. كذلكم ربنا سبحانه وتعالى عذب قوم شعيب لأنهم كانوا يطففون في الكيل والميزان.
في أكثر من آية في كتاب الله تبارك وتعالى يتحدث الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب، عن مدين. وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى ربنا برضو يعني مش ديت أول أمة ربنا يأمرها بوفاء الكيل والميزان، ده جميع الأمم ربنا أمرهم أن هم يوفوا الكيل والميزان، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وجعله خليفته في الأرض ما أراده الله تبارك وتعالى في هذا الخليفة أن يأكل من حلال وأن يشرب من حلال وأن يلبس الحلال وأن يسكن في حلال وأن يتعامل بالحلال. لكن لما يجي يخالف، في آية تانية: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى أمر أهل مدين عندما أرسل لهم شعيب أن يوفوا الكيل والميزان بالقسط، ومع ذلك يعني خالفوا أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر نبيهم شعيب، فما كان من الله تبارك وتعالى إلا وأن أرسل عليهم الصيحة وفي بعض الآيات الرجفة وما إلى ذلك، وكل ذلك عذاب عذب الله تبارك وتعالى به قوم شعيب. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ينزل سورة كاملة اسمها سورة المطففين، سورة من السور المكية يبتدئها الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطفف في الكيل والميزان يعني اللي بيزود أو بينقص في البيع وفي الشراء، ومنه الطفيف. يعني إيه طفيف؟ يعني شيء يسير جدا. يعني هو لما بيزود أو بينقص، وبيزود قد إيه؟ لما بيلعب في الميزان، البائع اللي بيلعب في الميزان ده أو اللي بيحط كده حبل أو بيحط حاجة في الميزان وخلاها متعلقة ويدوس عليها برجله علشان الميزان يطب قدامه أو يطب قدام المشتري، هو هياخد منه قد إيه؟ أو اللي هو بيوزن النص بالنص هتاخد قد إيه؟ يعني في ناس بتزود مثلا في الميزان 50 جرام أو 100 جرام، هل 50 جرام و100 جرام دول اللي هيغنوك؟ ده يخربوا بيتك، ده هيكون وبال عليك وعلى أولادك، تاكل من حرام وتطعم من حرام وتلبس من حرام وتعيش ولادك وتعلمهم من حرام، وفي النهاية إيه الفايدة؟ هتوصل لإيه يعني؟ هتوصل لقارون؟ مش هتوصل لقارون. لمين؟ هتوصل لمين؟ وبعدين المال اللي انت عمال تجمعه ده كله، وبالتالي انت لما تقعد تجمع لا انت هتخرج زكاة ولا صدقات ايه ولا زكوات ايه اللي انت هتعملها، حتى لو خرجت منها ان الله طيب ولا يقبل الا طيب، او انت حتى مش هتفكر ان انت تخرج. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات. اذا الطيب اللي انا بكسبه بالحلال هو ده اللي انا انفق منه، هو ده اللي انا اخرج منه في سبيل الله، هو ده اللي هينفعني في الدنيا وفي الاخره. لكن انا لما هجيب من حرام وطفف في الكيل وطفف في الميزان، عنده كيلتين بيتعامل بيهم، كيله كبيره فيها زياده كيلو او نص كيلو، فيها حفن او حفنتين هيغنوه؟ الكيلة اللي التاجر
بتاع الحبوب دي بيشتري بيها، لما يجي يشتري لا ده ياخد الكيلة الكبيرة علشان يكيل، علشان يكيل. وهو بيكيل سبحان الله، يعني في شيء غريب جدا، اللي بيجي يكيل دول له ألفاظ كده بيستخدمها، رغم ان الألفاظ دي المفروض يتعلم منها عقيدة ويتعلم منها الحلال من الحرام. لما بيجي يكيل بيقول ايه اللي هو بيكيل القمح ده ولا بيكيل الفول ولا الذرة، وكل شوية مثلا بتحط فيه 7 كيلات ولا 8 كيلات، ماشي كده. اول حاجة بيقول ايه، ورغم ان الألفاظ اللي هو بيستخدمها المفروض تعلمه الحلال من الحرام، يقول الله، الله واحد ملوش تاني، 3 يا بركة، 4 الكرام، فرض الصلاة 5، 6، 6 والتمام، يبقى 7. الله. طب لما اقول الله واحد، طب لما انت عارف ان الله واحد وان الله مطلع عليك في بيعك وفي شرائك، وتيجي هنا معاك كيلة بتكيل بيها وانت بتشتري، ولما تيجي تبيع، لما اجي اشتري منك تجيب لي الكيلة الصغيرة، عندك ميزان بتشتري بيه ولاعب فيه، وتيجي وقت ما تيجي تبيع برضو تستخدم ميزان اخر انت لاعب فيه، يعني بتلعب في الميزانين، وتقول الله واحد ملوش تاني، لما انت عارف ان الله واحد وهو مطلع عليك في سرك وفي علانتك وهو اعلم بذات الصدور، وربنا سبحانه وتعالى اعطاك درجة اسمها درجة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. يبقى انت في الوقت لما تيجي تطفف في الكيلو والميزان وتقول الله واحد وملوش تاني، وتقول وترجو البركة من الله، 3 يا بركة، البركة، وأن تأتي البركة في مال حرام. طب ده المال عمال يزيد وعمال يزيد والمال من حرام، فاعلم أنك مستدرج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك الأربعة، من الأربعة الكرام دول اللي هو بيتكلم عنهم؟ ده هو بيكيل بيقول كده، التاجر هو بيكيل بيقول كده، كنا بنسمعهم يقولوا كده، أربعة الكرام اللي هم الخلفاء الراشدين الأربعة، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عن الجميع. لما أنت عارف إن في أربعة كرام، طب ما تخلك بأخلاق هؤلاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهم دول الخلفاء اللي تقول أربعة الكرام، وكتقول فرض الصلاة 5، ما أنا عارف، أنت عارف إن في صلوات 5، طب الصلاة ما كانتش تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر، ولذكر الله أكبر، إنما أتقبل الصلاة، أنت بتروح تصلي؟ طب ما ربنا قال أهو في الحديث القدسي الشريف، إنما أتقبل، وأنت عمال تطفف في الكيلو والميزان وبتصلي صلاة، إيه اللي بتصليها؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. انت واقف بتبيع وتشتري وعمال تطفف في الكيلو والميزان والاذان يأذن تخش تصلي، صلاة ايه اللي بتصليها؟ واقف في المحل بتاعك والاذان يأذن تخش تصلي وانت تطفف في الكيلو والميزان، صلاة ايه اللي بتصليها؟ يعدي عليك المسكين تديه في رمضان، ويجي ولما يجي الحج، لا ده انا لازم اروح احج، وكل سنة، ولازم عمرة رمضان وعمرة المولد وعمرة كذا وعمرة كذا، وانت عمال تاكل وتاكل وتنهف في اموال الناس. يجي ربنا يقول لك في الحديث القدسي الشريف، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين والارمله ورحم المصاب. طيب يجي لك، تجي لك الارمله ويجي لك المسكين ويجي لك المصاب وتطفف له في الكيلو والميزان، وبعد كده تروح تصلي صلاه ايه اللي بتصليها؟ انت ما عندكش رحمه. ويل للمطففين، ويل يعني هلاك ودمار دنيا وآخرة. بعض المفسرين قالوا ان الويل وادي في جهنم. طب من هم المطففين؟ الآيات اللي بعدها بتوضحها وتفصلها تفصيل سبحان الله سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس، لما بيروح يشتري
يستوفي ياخد حقه كامل ومكمل وتمام قوي، ما ينقص منه شيء ولا خردلة، بل كمان ياخد زيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن في مقابلة هو بين الحالتين، المطفف، المطففين دول، وقلنا إن التطفيف ده من الشيء الطفيف، يعني الشيء اليسير قوي، يعني انت بيكسب منه شيء بسيط جدا، لكن بيحول المال من حرام، من حلال لحرام. لا إله إلا الله. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، اكتالوا عكسها كالوهم أو وزنوهم. هنا قال يستوفون لأنه لازم يستوفي حقه، لأنه بيدور على نفسه، بيدور على مصلحته هو مش مصلحة الآخرين، رغم أنه هو في الوقت ده هو بيظلم نفسه. هو وظلم مين؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، طب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ديت سماتهم وديت صفاتهم، وده العمل اللي بيعمله المطفف. يجي ربنا سبحانه وتعالى يستفهم استفهام إنكاري وتوبيخي في نفس الوقت. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك اللي هم المطففين دول، إشارة ليهم، ألا يظن، الظن هنا بمعنى اليقين والاعتقاد، ألا يعتقد أولئك، ألا يتيقن أولئك أنهم مبعوثون، إن في بعث. هم مفكرين هم لما هيموتوا خلاص الأرض تاكلهم وانتهى الأمر، زي الراجل اللي هو عقبة بن معيط لما جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو معاها عظام مفتتة وبالية، وقال له يا محمد أيستطيع ربك أن يحيي هذه العظام بعدما فتتت ورمت وبليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحييك ويدخلك النار. ونزل قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، لنهاية السورة. يضرب مثل ونسي أنه هو مخلوق من إيه؟ هل أوجد الإنسان نفسه؟ هل يظن أولئك ويعتقدون اللي هم المطففين دول، هل يظنوا أن الدنيا هتدوم ليهم وأن الأموال دي هتنفعهم؟ هتنفعهم في ايه؟ ده الاموال ديت هيتكووا بيها يوم القيامه. يعني شوف بقى اللي هو بيطفف في الكيلو والميزان ده، ولما تروح تشتري ويقول لك انا علشان اتاجر في كذا لازم اسرق. واحد يقول لك لا بس انا ما بحبش اكل ولادي حرام، واحد يقول لك لا انا كل اللي بيدخل لي كله حرام وانا عارف وهي ماشيه. طيب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هو مش عارف إن هو هيعيش في حياته الدنيا وله أجل محتوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهيموت وهيتكفن بكفن. الكفن ده عمره ما هيزيد عن 100 جنيه ولا 150 ولا 200 جنيه، لأنه من أرخص الأقمشة. يعني الكفن اللي احنا بنكفن بيه من أرخص الأقمشة، تلبس البدلة بكذا وتلبس العباية بكذا والجلابية بكذا، لكن تعال بقى في الكفن أرخص القماش أنت بتتكفن بيه، سواء كان البافتة ولا الدمور ولا، يعني أرخص الأقمشة البيضة أنت بتتكفن بيها. ما فيش حاجة اسمها كفن في حرير، لا ده في شروط للكفن. طيب تعال بقى الكفن ده، في حد عمرنا شفنا إن واحد في كفن وكده له جيب، أو في جيب سوستة،
او ليه حزام مش عارف ايه، او بياخد معاه شنطة او لاخره. الكلام ده موجود؟ مش موجود. ايوة زمان في عهد الفراعنة كانوا بيحطوا معاهم الامور دي كلها، والذهب والمرجان والكلام ده كله. هما برضو كان عندهم اعتقاد في البعث، لكن الكلام ده مش موجود عندنا احنا كمسلمين. الكفن لا في جيوب ولا في شنطة ولا في حزام ولا في محفظة ولا في اي حاجة خالص، بيخرج يعني ايده فارغة، ولا معاه جيب ولا معاه ولا معاه ولا اي شيء خالص. طب ما هو عاش في الدنيا، طب كان عايش، المفروض ان هو يعيش ويعرف ان هو مخلوق ليه. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يعني رزقك هيجي لك، بس انت اجتهد وخد بالاسباب. وفي الحديث اذا اصبح ابن ادم معافا في بدنه عنده قوت يومه امنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما تصبح الصبح صحتك كويسه وامن في المكان اللي انت فيه وفي جماعتك، وعندك اكل يكفيك يوم، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها بحقها. لكن بحق الايه؟ بحق الحلال الطيب. طيب الصحابة رضوان الله عليهم وهم كانوا خارجين من بيوتهم، كانت زوجاتهم بتقول لهم ايه؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حرارة نار جهنم. هنصبر على الجوع والعطش؟ ما نصبرش على حرارة نار جهنم. هتجمع المال من حرام وتطفف في الكيل والميزان؟ لا، ده انت هتوصل الامر صعب. هتيجي بعد كده هتتحاسب عن كل ده. انت هتسيب كل اموالك تجمعه كله وتسيبه كله وتتحاسب عليه كله. والحاجة الوحيدة اللي بيسأل عنها الانسان سؤالين اللي هو المال. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. عن ايه؟ عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أنا اكتسبت المال من حلال ولا من حرام؟ وأنفقته في حلال ولا في حرام؟ كذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ قال يا معشر المهاجرين، اسمع مصيبة التطفيف في الكيل والميزان. قال يا معشر المهاجرين، والخطاب إذا كان للمهاجرين فهو للناس كلها. خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. في خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لا فاحشة الزنا، حتى يعلنوا بها ويتباهوا بها ويتفخروا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، اللي هو التطفيف في الكيل والميزان أهو، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور الحكام عليهم. يبقى تمنع الزكاة يمنع القطر من السماء. يشوف ربنا سبحانه وتعالى يجري على لسان نبيه ولولا البهائم لم يمطروا. اذا احنا بنمطر من اجل البهائم. ولم ينقصوا المكيال والميزان، وتطفي الكيل والميزان، اخذوا بالسنين. السنين بقى اللي هو سنين الجدب والقحط ومفيش خير،
وشدة المؤونة، الرزق صعب والناس ايدها مش عارف، الدنيا ضيقة قوي، يقول لك لا ده الدنيا ضيقة على الآخر، ده ما فيش وما فيش وما فيش، وجور الحكام عليهم. كل ده بيجي منين؟ من التطفيف في الكيلو والميزان. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم أي حكامهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وبأسهم بينهم شديد. الكلام ده كله فين؟ دي في السنة النبوية. بيت القصيد أو الشاهد معانا إن نقص الكيل والميزان اللي هو التطفيف في الكيل والميزان ده مصيبة كبيرة. يستحل ما هو حرام، بياخد مال غيره. طب تعالى كده، لو انت كنت تاجر، ودي مصيبة كبيرة يعني لما تبقى تاجر وتطفف في الكيل والميزان، لكن بيبقى خير عظيم ورزق حلال طيب لما تبقى تاجر، وتاجر ايه؟ تاجر صدوق. ليه؟ التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، لكن التاني هيحشر مع مين؟ هيحشر مع أمثاله. طب تعالى بقى، لو هو طفف في الكيلو والميزان وقعد طول عمره طفف في الكيلو والميزان وعايز يحج ولا يعتمر، لما يروح يحج، تاجر بيطفف في الكيلو والميزان، تاجر بقى اي شيء، بيتاجر في المواشي، بيتاجر في الاسماك، بيتاجر في الخضار، بيتاجر في اللحوم، بيتاجر في اي حاجه، ويطفف في الكيلو والميزان ده هوت وعاوز يحج، ويضع رجله في الغرز. سيدنا النبي علمنا وقال لنا ان اللي بيحط رجله في الغرز ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لو ماله من حلال يقال لبيك وسعديك، مالك من حلال وراحلتك من حلال وحجك مبرور وذنبك مغفور. طب والتاني اللي هو عمال يطفف في الكيلو والميزان ورزقه من الحرام، يقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك من حرام وراحلتك من حرام وقد غذيت بالحرام، ارجع فحجك مأزور وذنبك غير مغفور. طيب، طب ذنبه غير مغفور ليه؟ طب ده هو تاب. التوبة عن المعاصي، المعاصي دي نوعين، إما أن تكون المعصية مقترفة في حق الله، وإما أن تكون المعصية مقترفة في حق العباد. علشان أتوب في معصية ارتكبتها في حق الله، أنا بتوب وبرجع لله وبصلي، بتوضى وبصلي ركعتين وبندم على ما فعلت وأعزم على ألا أعود إلى ذنب يغضب الله أبدا، أدي حاجتين، والإقلاع عن المعصية. طب تعالى بقى، لو كان الذنب مقترف في حق من حقوق العباد، اللي هو أكل مال الناس، أكل الأموال، وربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل، ماشي كده؟ رابع شرط من شروط التوبة للي هو بقى كان الذنب مقترف في حق من حقوق الناس، رد المظالم إلى أهلها. طيب، وأنا بقى عشان أرد المظالم لأهلها وأنا عمال أطفف في الكيل والميزان طول عمري، أنا عارف كم واحد أنا ظلمته وكلت ماله وعطيته الكيلو نص كيلو، وعطيته الكيلو كيلو إلا ربع، ولما اشتريت الكيلو كيلو وربع، والكيلة كيلة وقدح، ومش عارف، والكلام ده كله، الكلام ده كله هعرفه منين واحسبه منين؟ طيب، ده رد المظالم لأهلها، ده محتاج ان انا ارد المظالم لأهلها، محتاج ان انا اروح له وادي له حقه واستسمحه. لما اقعد انا بقى ادور بقى على كل الناس اللي انا ظلمتهم دول وكلت مالهم وطففت في الكيلو والميزان معاهم في الوقت ده، ده انا محتاج لي كتير. طيب، ولكن في فرصة لأولئك الذين يطففون في الكيل والميزان
ويستحلون ما حرم الله، أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. طب رد المظالم الإلهية يردوها إزاي؟ يتصدقوا بأموال هي في نيتهم بأسماء أو للناس الذين ظلموهم وأكلوا أموالهم وأعطوهم زيادة أو أعطوهم نقصان أو أخذوا منهم زيادة أو ما إلى ذلك، لأن ربنا قال لسيدنا النبي قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل خطاب لسيدنا النبي على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن أعرف أن رحمة ربنا واسعة، بس أنا أقلع عن هذا التطفيف في الكيلو والميزان، أعزم على ألا أعود إلى هذا مرة ثانية، أصمم أن أنا ما أعملش ده، أرد المظالم. طب أنا مش عارف الناس اللي أنا ظلمتهم، أتصدق لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى قصدا وابتغاء أن يكون الثواب لهؤلاء، والله تبارك وتعالى يعلم من ظلمته ومن أكلت ماله بالباطل، ولكن صمم أنك أنت تعبد الله بحق، تأكل مالك من حلال، تأكل أولادك من حلال، تكتسي من حلال، ترزق من حلال، والله تبارك وتعالى كفل لك الرزق، ولتعلم أن الله مطلع عليك. راقب الله تبارك وتعالى واعلم أن الله يراقبك. كن محسنا فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه.